مشروع قانون خطة الكهرباء مر في اللجان المشتركة وبالتوافق، ولكن كما ورد في قرار مجلس الوزراء، أي مع التعديلات والضوابط التي أصر عليها نواب قوى 14 من آذار، والتي يبدو أنها تلاقت مع وجهات نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب وليد جملاط، وتعارضت مع وجهة نظر التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل. ولعل وصول الرئيس ميقاتي إلى ساحة النجم ولقائه الثنائي مع الرئيس بري أنضج الطبخة، فتوجها إلى حيث اللجان المشتركة وقدما طبق الحل في وقت كان لوحظ دخول الوزير باسيل إلى مجلس النواب لفترة لم تتعدى الخمس دقائق وخروجه بعدها من دون أن يعلم ما إذا كان التقى الرئيسين. الجلسة التي حضرها أكثر من 60 نائبا وتحدث فيها نحو 20 منهم وتعذر دخول الكاميرات إليها كانت هادئة على عكس سابقتها، وقد حرص خلالها بري الذي ترأسها على ضبط إيقاعها، فأصر على الخروج منها بالتوافق على مشروع القانون. وجاء طرح النائب أكرم شهي باعتماد قرار الحكومة كما اتفق عليه في مجلس الوزراء كاملا لا منقوصا، كما ورد إلى اللجان النيابية ليحسم الجدل بعدما نال موافقة ميقاتي وبري وقبل به نواب التكتل على مضض، ربما لتفادي التصويت على المشروع في الجلسة العامة بعدما تبين أن نواب ميقاتي وبري وجنبلاط سيصوتون ضده. تم التوافق بحضور جميع الزملاء النواب على أن يصار إلى اعتماد قرار مجلس الوزراء كاقتراح كمشروع قانون يطرح غدا على التصويت من قبل الهيئة العامة. يجب على مجلس الوزراء أن يطلع على دفاتر الشروط، التلزيم يتم من خلال مجلس الوزراء، أن يكون هناك هيئة منظمة لهذا القطاع، أن يكون هناك ضوابط بالنسبة لمن يعني يرافق هذا المشروع لجهة يعني تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان وشفافية المطلوبة. نحن لن نسجل سابقة أننا أقرينا مبالغ ضخمة دون خطة، وهذا الأمر ينطبق على كل القطاعات وليس فقط على قطاع الكهرباء. ما في إيده أجر، كل الوزراء مثل بعضهم وكل القطاعات مثل بعضها. الوزير باسيل الذي خرج من الجلسة متجهما رفض الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول لدى سؤاله عما إذا كان راضيا: أنا كل يوم راضي، في وقت لم تبدو علامات السرور على وجوه نواب التيار الذين انتقدوا تصرف نواب قوى 14 من أذار واتهموهم بادعاء البطولة. كل هم كانوا للفريق الأقلية النيابية تصوير وكأنه في انتصار بطولي أو إلهي بين هلالين لإلهم. بقدر أكد لك أنه لا، اليوم نحن بهمنا أنه الكهرباء تمشي. في إشكالية دفتر الشروط، أنه دفتر الشروط أو المناقصات لم تعد بيد الوزير إنما الحكومة مجتمعة. ستنا في قانون محاسبة عمومية بلبنان، في ديوان محاسبة، في سلطات رقابة عم بتقوم بشغلة إن كان مع الوزير باسيل ولا مع غير وزراء. ما في شيء بيتغير. نحن كل يلي عملنا عليه معركة عدم انتزاع صلاحية أي وزير مين من أي تيار كان أو من أي طائع. انتزعت اليوم صلاحية وزير باسيل؟ ولن تنتزع، لن تنتزع، وهيدا رح يكون في تأكيد عليه بجلسة العامة غدا. الرئيس بري وفور انتهاء جلسة اللجان المشتركة اتصل برئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون ووضعه في الأجواء التوافقية التي تم التوصل إليها. أما ساحة النجم فستشهد يوم الخميس الخطوة الأولى من مسار الألف ميل في خطة الكهرباء. من ساحة النجم، جويس عائي.